السلام عليكم. خلف لوحة للفنانة مهدية الطالب، شريتها من عندها من فترة. فإذا أنت عندكم لوحات جميلة، ترى مش غريب أن أنا ممكن أشتريها من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله. الليلة راح نتكلم على ناحية مهمة في الرسم تسمى المنظور. أحد التعريفات اللي قريتها بالنت وهو كالتالي: المنظور هو أحد تطبيقات الإسقاط المركزي، يعتبر من أهم أساليب الإظهار الهندسي، وكما هو الحال في الإسقاط الموازي مثل طريقة بونغ والإكستومتري، يمكن إنجازه نظريا بعمليتين رئيسيتين، وهما عملية الإسقاط وعملية التقاطع، أي عملية إسقاط نقاط الشكل بواسطة خطوط تمر بمركز الإسقاط، وفي عملية تقاطع هذه الخطوط مع مستوى الإسقاط بلا لا لا بلا لا لا. فإذا فهمتوا حاجة أرجوكم تفهموني إياها. المشكلة أن كثير من المعلمين اللي تطرقوا لنظرية المنظور أو ظاهرة المنظور يتكلموا عنها كما لو كانت علم ذرة، وهذا اللي أعتقد كان أحد أسباب العزوف برسم المناظر التي فيها ظاهرة المنظور. هذا تعريف انجليزي يقول: The formation of an image in a picture plane of a scene viewed from a fixed point and its modeling in geometry. يعني ما شاء الله تعريف، حتى لو كان فيه شوية غموض إلا أنه سطر واحد، يعني ما تحتاج الشغلة تعقيد وترهيب وعلى أي حال. خلونا أشرح المنظور بطريقتي. المنظور هو ظاهرة بصرية فيها تبدو الأشياء أصغر كل ما بعدت المسافة بين المكان اللي ننظر فيه وبين النقطة اللي بننظر لها. نأخذ مثال حي على المنظور. قدامنا الحين باب، الضلع اللي على جهة اليسار يبدو أطول من الضلع اللي على جهة اليمين، رغم أنهما في الحقيقة متساويين، لكن الضلع اللي على جهة اليسار الخاص بالباب أقرب لي من الضلع الآخر. برضو الجدار أو زاوية الجدار بالأخير، رغم أن هي نفس طول الزاوية الأخرى اللي هي قريبة من عندي، إلا أنها تبدو أقصر. هي ما هي أقصر، لكن هي متأثرة بظاهرة المنظور. هذا هو المنظور بكل بساطة، هو محاولة تلاشي الأشياء. جعلي نفس مثالنا، الجدار اللي بننظر له حاليا، لو حاولنا ان حنا نمد الخط العلوي من الجدار ومددنا الخط السفلي للجدار راح يلتقون بنقطة تسمى نقطة التلاشي، وبالانجليزية تسمى الفانيشينج بوينت. في هذه الزاوية عندنا جدارين، جدار على اليسار وجدار على اليمين. الجدار اللي على اليمين لو شاء خطوطه تمتد على جهة اليسار راح ينتهون بنقطة بيسموها مثل ما قلت لك أو مثل ما قلت لكم نقطة التلاشي، نقطة التلاشي الخاصة بالجدار الأيمن، لذلك هي علاقة عكسية. الجدار، فحاليا أنا واقف بالوسط ويميني جدار وعلى يسار الجدار، واثنينهم لهم نقاط تلاشي. الجدار اللي على اليمين نقطة التلاشي حقتها راح تكون في جهة اليسار، بينما الجدار اللي على جهة اليسار نقطة التلاشي الخاصة فيه راح تكون في جهة اليمين، وراح نوضح هذا الشيء في الأمثلة الجاية. هذا مثال لمنظر داخل غرفة نوم، أخذتها من النت، أوضح لكم فيها نوع المنظور. نوعية المنظور في هالمثال بيسمى الـ One Point Perspective، أو منظور ذا النقطة التلاشي الواحدة. ولازم تنتبهوا أن الـ One Point Perspective لابد يكون هناك توازي للجدران المتقابلة.
وأقصد في كلامي أن الجدار اللي على جهة اليمين يوازي الجدار اللي على جهة اليسار، وأنا واقف بالوسط. وين النقطة هذه بالوسط؟ إلى حد ما موجودة في هالمنطقة هذه. كيف أراح أكتشف النقطة بالتحديد؟ باستخدام المسطرة. حط المسطرة على واحد من الأضلعة، نبتدي نسحب الخط. طبعا لان انا بصور بيد واحدة، ما احط المسطرة بشكل متوازي مع احد الاضلاع بالجهة الاخرى وبشكل دقيق. راح اوصل الى نقطة التقاطع بين الخطين، راح يحدد لي نقطة التلاشي. راح نتكلم عنها، التلاشي الخاصة بغرفة النوم أو بهذا المنظر وجودها هنا. هذه النقطة هي اللي راح تساعدنا في رسم جميع أضلاع الغرفة. طبعا هنا ما هي عملية رسم، بس أنا بقول لكم إن أضلاع الجدران كلها محكومة بهذه النقطة. فلو على سبيل المثال أحب أنا أرسم صورة على جهة اليسار مثلا، الصورة هذه على أساس أن أضبط شكلها لابد أن أستعين النوع الثاني من المناظير، هو لما نوقف في منطقة ما تقابل الجدار الأمامي ولكن تكون في نقطة بيكون عندنا جدار على اليمين جدار على اليسار، يعني معناته الجدارين متعامدين. ففي الحالة هذه طبعا أنا ما بقدر أستخدم المسطرة هنا لأن أنا ماسك قلم بيدي ويد أخرى ماسك في الجوال، لكن بشكل تقريبي راح أوضح أن نقطة تلاشي الجدار على جهة اليسار راح تكون على جهة اليمين. فلو الخط هذا مديته إلى الأخير، جينب الأسفل راح يوصل إلى نقطة تكون هنا. نفس الشيء بالنسبة للجدار الآخر، الجدار اللي على اليمين راح تكون هنا. بحاول أرسم خط وهمي تمد في الجدار على جهة اليسار بحيث يوصل إلى نقطة التلاشي الخاصة فيه، وبطبيعة الحال راح تكون على جهة اليمين. الجدار الآخر أو الجدار على اليمين راح تكون نقطة التلاشي الخاصة فيه على جهة اليسار. راح تكون تقريبا نقطة حد واحدة. الآن تم تحديد نقطتي التلاشي الخاصة بها الصورة. جدار على اليمين نقطة التلاشي راح تكون على جهة اليسار، وجدار اليسار راح تكون نقطة التلاشي حقتها على جهة اليمين. لاحظت أنا في المحاضرة الأخيرة كثير من الطلاب أخطأوا في رسم بلاطات السقف، وهذا أعتقد بسبب عدم فهمهم لظاهرة المنظور بالشكل الصح. مثل ما تلاحظون بلاطات السقف عبارة عن مربعات خطوط متعامدة مع الجدار اللي على جهة اليمين وخطوط متعامدة مع الجدار اللي على جهة اليسار. لفهم ظاهرة المنظور الخاصة بمربعات السقف، أول حاجة نحاول ننظر إلى البلاطات المتعامدة مع الجدار على جهة اليسار. هذه البلاطات راح يحكمها نقطة التلاشي الخاصة بجهة اليسار. فعلى سبيل المثال لو مدينا الخط
هذا لو متعامد مع الجدار على جهة اليسار، عفوا نعم على جهة اليسار، راح ينتهي بنقطة التلاشي في جهة اليسار. نفس الشيء بالنسبة للبلاطات المتعامدة مع الجدار على جهة اليمين، راح تحكمها نقطة التلاشي الواقعة في جهة اليمين. أحب أذكر ملاحظة بخصوص سنابات اليوم المتعلقة بالمنظور. المبادئ الأساسية اللي أتكلم فيها هي بتساعدكم في رسم الحاجات اللي قدامكم أو الرسم بالملاحظة، وليس رسم الأشياء من الخيال. رسم الأشياء من الخيال بنظرية المنظور فيها تفاصيل أكثر، فيها مبادئ ما ذكرتها. أبغى من عندكم أنكم ما تخلطوا، وفي الأخير أتمنى أنكم استفدتم من هذه المبادئ البسيطة اللي راح تساعدكم.